إذا أصدقائنا نتحدث أكثر عن معاناة الأسرى الأطفال الفلسطينيين معنا بالاستديو ثلاثة أطفال محمد سرحان كانوا معتقلين وأفرج عنهم محمد سرحان وملاك الغليظ وأيضا معنا جلال غيان أهلا وسهلا بكم أهلا فيك. طيب خلينا نبدا احنا الان طبعا كل واحد فيكم له قصه معاناه مختلفه مع الاسر لكن بدايه اكيد بنوجه لكم التحيه لتواجدكم معنا في هذا اللقاء نبدا مع ملاك ملاك تخبرينا وتخبري المشاهدين شو كانت قصتك اول شيء السلام عليكم عليكم السلام أنا ملاك الغليظ انسجنت وانا عمري 14 سنه وكنت اصغر اسيره في سجون الاحتلال أه بوقتها كنت حامل شنطه المدرسه وما كنتش اشكل اي خطر على الاحتلال كانوا اليهود حاطين الاسلحه علي وكان بدهم يطخوني بالصهاينه طبعا نعم اه بعدين اجى جند ورش علي غاز الفلفل وبعدين نقلوني على التحقيق بالتحقيق كانت المحققه مش محققه قاصرين ما راعت اني طفله وخلتني اوقع بالاجبار على ورقه بالعبري كانت المعاناه بالسجن طبعا بعدين نقلوني على سجن حشرون قبل ما ينقلوكي على السجن جابوا محامي كان في لا ولا محامي. اي حق من حقوقي يعني حتى كنت بدون ماء ولا اكل <applause> آه كانوا يصرخوا في ويسبوا علي يضربوني اه بالسجن آه طبعا من لحظه الاعتقال بطلت طفله احنا من يوم الاعتقال كبرت آه دخلت السجن تعرفت على قاصرات هم اكبر مني بس انا تحت سن ال 18 <applause> إيه حطونا كنا عشر بنات بغرفة واحدة بعدين صار إضراب الأسرة فقسمونا على غرفتين غرفة تسعة وغرفة سبعة أنا كنت بغرفة تسعة مع ثلاث بنات واحدة منهم ملك سلمان محكومة عشر سنين مع إنه هي ما كانت عاملة أي إشي والغرفة كانت كتير ديكة والحمام فيها ما كناش نحس بالراحة 24 ساعة في تفتيش ما كانش في علاج يعني لما نمرض بيحكوا لنا اشربوا مي يعني العياده اللي في السجن زي المسلخ حتى التغذيه كيف كانت ملاك يعني كيف يجيب لكم الاكل كثير كثير بشعه يعني ولا إلها علاقه بالاكل يعني قعدت اسبوع لعبال ما تقبلت اني ابلش أكل للاكل إيه وسخ ومنحسه زي كانه له فتره والفواكه مش زي طعم الفواكه زي كانهم معطينها ابر يا اه آه المحكمة هي يعني كثير صعبة كانوا يطلعوني على الساعة اثنتين ونص بالليل يكلبشوني بعد أي فترة طلعوك على المحكمة بعد فترة من اعتقالك آه تقريبا؟ بعد اعتقلت آه يوم السبت آه يوم الاثنين كانت المحكمة ضل آه المحكمة زي ما حكيت لكم كانوا يطلعوني على الساعة اثنتين ونص بالليل يكلبشوا دي اجراي يركبوني بوسطة وهي عبارة عن باص حديد جواها زنازين حديد مع مساجين جنائيين نقعد فيها تقريبا عشرين ساعة بعدين بنوصل المحكمة المحكمة هي عبارة عن ثلاجة الموتى صيف وشتة باردة كنا نكون متجمدين فيها كل هاي الفترة المعاناة عشان بس يدخلونا خمس دقايق على قاعة المحكمة والقاضي يحكي لنا يلا تأجيل بعد ما سألوك أي شيء في المحكمة شو الأسئلة اللي توجهت إليك التهم ولا ما ما تحدث معك القاضي؟ بلا كان يعني يحكي معي بس انا ما كنتش فاهمه، كنت 14 سنه يعني مم. يعني يشرحوا لي بس انا مش فاهمه يعني شو بيحكوا. آه بعد ست شهور حكموني ثمان شهور وغرامه 4000. وكيف كانت هذه الثمان شهور؟ هي كانت كثير كثير صعبه بس طبعا كنت كل يوم اتعلم اشي جديد. آه مستحيل يعني اليهود يقدروا يكسرونا. وزاد يعني السجن زادني طموح. وامل نعم اكيد الجميل انت الان ملاك عندك طموح بدراسه معينه تخبرينا عنها وليش اخترتي هذا الاختصاص تحديدا حابه اصير محاميه عشان ادافع عن قضيه الأسرة بدي يوقف اعتقال الاطفال لاني انا دكت السجن يعني ما بدي حدا يدوك يلي ويعيش يلي انا عشته م -م. ما كنت تشوفي انه في تفاعل حقيقي من قبل المنظمات الحقوقيه مع اعتقال الاطفال لا لو انه يعني في ما بيسمحوا انه يعتقلوني اصلا باي دوله بالعالم بتم اعتقال الاطفال غير فلسطين طيب بهي الفترة زاروكي اهلك شيء او مثلا شفتي حدا من اهلك ولا كمان هي كانت ممنوعة؟ بيعرفوا انه احنا الاطفال بحاجة اكثر لامياتنا فسمحوا لي مرة او مرتين ازور امي وابوي أكمل من مرة خلال ثمان شهور آه،, آه،, اه كانت عبارة من هيك من زيز يعني كنا نتمنى لو كنت يعني بنفسي انه هيك اكسر الكزاز وروح عند ابوي واعبطه واشم ريحته الحمد لله الحمد لله الحمد لله انت الان موجوده معنا خلينا ايضا نسمع من محمد محمد سرحان إلى قصه ايضا مختلفه خبرنا عن القصه السلام عليكم <applause> انا اسمي محمد سرحان ابوي شهيد <applause> اول مره اعتقلت كان عمري 11 سنه بدقوا يعني الفجر طب مين دي جينا الفجر احنا قلنا يعني فيش غيره يعني لا بحكي لي قوم البس قلت له طب انا لسه انت ما سالتش ولا شيء سالتش مين انا وما سالتش مين بدها بحكي لا بدنا اياك انت قلت له طيب ماشي قمت لبست لا بياخذني بحطني بسياره هلا قبل ما يحطني بسياره شو سوى؟ خبطني بالازاز وراني خبط راسي ضليتني طالع عادي يعني قلت شو بدي اسوي؟ بقدر اسوي إشي لهو ضربني كمان مره انا رحت حقق معي بالتحقيق قلت بقول له مش انا قلت له سوي بخنقني رفعني كان في مسمار رفعني حطني عند المسمار بقول لي شايف هذا المسمار شوفه منيح بزيع الراس بقول لي شوفه منيح بقول له بقول له اه لكن هلا بحطك عليك وبرخيك وعادي مش سألان فيك شو ما يصير يصير فيك قلت له طيب ماشي سوي ايش بدك روحني عشان نقاص روحني برضه يعني بعد فتره أجا بيحكوا لي كنت مروح للمدرسه عادي ماشي مروح انا وصاحبي لو بشوف عالم تفتح الباب السياره بتنزل علي مستعربين بلش في ضرب 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 مع ما اجوا اخذوني الشرطه عادي لابسين لبسنا عادي مدني لابسين مع ما اجوا اخدوا الشرطه لما ما اجوا اخذوني الشرطه وانا على الشارع يعني بلوزتي مزعه كل يعني حالتي هذه صارت يمكن قعدت شكل من الساعه 2 اثنتين للساعة تنتين الفجر وأنا بس قاعد على ركبي صار معي مشكلة يعني من هاي القعدة طلع لي هون أشياء بإجري دملات دم وهي <applause> وأنا عادي برضو يعني مش فارقة عندي كلمة يعني شو بدكم تسووا؟ تسووا إيش بدكم؟ روحت منها عشان برضو كنت قاصر <applause> في مرة أجا أخذوني عقتل وأنا يعني ما إليش فيها اتهموني إني قاتل مستوطنين <applause> كنت بالدار يعني بيجي بحكي لي هلا نازل هو من الدار عندنا كيف ما قال لي البس ودفي حالك منيح منيح بقول لي دفي حالك بقول له ليش؟ بقول لي هلا بتشوف بس نوصل بقول له طيب ماشي بس نوصل اللي هو بيساله اخوي يعني قصته مطوله بيساله بحكي له بس يصير عمر ابنك بس تتجوز ويصير عمر ابنك عشر سنين بنفكر نروح لك اياه امي شافت يعني انه بحكي هيك لاخوي طب ليش؟ طب شو مسوي؟ هو بيحكي لي عشر سنين دخلت هيك بتنحبس القاضي بيحكي لي طالبين لك عشر سنين بحكي له انا عشر سنين طالبين لي طب على ايش شو عملت انا؟ ايه جاب لي دليل واشياء انه انا حارقه وماله على مستوى تاني له طيب لو بيحكي لي بالإشي اركع اسجد يعني لو بس بدي الف عليه بدي احكي له بسجدش لحدا بدي الف عليه لسه بدي احكي له <applause> بلاقي حالي غير بوكسات في وجهي شرايط بماتي وبس انه يضربوا بس محل انا ما تعلمش انه ما تعلمش بس انه يأذوني والله عشان ضربوني وكمان ما طلعوني بعد ما ضربوني علم جسمي مش انه ما علمش علم الضرب كان قاسي اه لهو بيحكي لي روحني من دون محكمة عشان القاضي ما يشوفنيش هذه هي يا هذه باختصار أيضاً بدنا نسمع من جلال بسم الله الرحمن الرحيم أنا الأسير المحرر جلال ريان اعتقلت في تاريخ تسعة عشر 2015 في هبة الأقصى تم إصابتي قبل الاعتقال في قدمي اليمين واليسار زي ما أنت شايف تعرضت للبتر بعد ما اعتقلوني بشهر يعني أول شهر من مدة الاعتقال ما كنت في التحقيق ما تعرضت للعلاج من مرة تعرضت للاهمال الطبي المتعمد منهم ، حوالي شهر كامل يعني وانا في التحقيق بدون اي علاج من مرة ، كان مخابرات الاحتلال في هذه الفترة تروح على المنزل تحكي تهدد اهلي تهدد ابوي يعني انه رايحين لكم هدية الايام الجاي ، هم طبعا ما كانوا يعرفوا كيف وضعي حتى عايش ميت خلال فترة التحقيق. فبعديها بشهر وانا في التحقيق تعرضت لنزيف قوي جدا نقلوني على اثر على مستشفى سافروا فيه في اللد بتروا قدم هناك بدون يعني ما يشاوروني او شاوروا اهلي او انا كنت حتى لاحظتها في غيبوبه يعني صحيت <applause> لقيت قدمي مبتوره وودوها كاشاك كهدية زي ما وعد المخابرات لوالدي انه في صندوق وودوه وسلموه يعني عن طريق الصليب الحمد لله رب العالمين بعدها حكموني طلبوا كانوا طالبين 12 سنه اول شيء بتهمه محاوله تنفيذ عمليه الطعن ومن هالحكي في في مستوطنه نقهوت كانوا طالبين 12 سنه بعد ما اعترفوا هم بالاهمال الطبي المتعمد من قبل المستشفيات و... واللي كان سببه المخابرات تعمدهم في انه ما يودونا على المستشفى <applause> إيه تم تخفيض الحكم لاربع سنين حكمونا اربع سنين وتنقلت خلال أربع سنين من سجن الرملي لعوفر للنقب وشفت طبعا حالات اصعب مني بكثير ممكن في اسره مرضى مؤبدين ومشلولين وإشي على سرطانات وإشي قاصرين يعني حتى هم ما زالوا داخل الاسر الحين نوجه لهم كل التحيه في يوم الاسير نتمنى لهم ان شاء الله فراج العاجل يا رب وهي اربع حوالي اربع شهور يعني مفرج عني ان شاء الله اقبل جميع الاسر كلهم يعني سعر. كل واحد منكم فعليا تعرض لتجربه قاسيه في الاسر وان كانت مختلفه بتفاصيلها نعم. انا السؤال الاخير اللي حابه اساله لكل منكم ويجاوبني عليه م. شو اللي خلاكم بعد هذه التجربه القاسيه تستمروا الان انتم مستمرين في الحياه مستمرين في الحديث عن قصتكم بكل قوه شو اللي دعاكم لهذا الاستمرار نبدا بجلال دعائنا لهذا الاستمرار إيماننا العميق في قضيتنا الحمد لله رب العالمين يعني أنا إحنا لما لو نتعرض لاستشهاد لا أو إصابة أو جرح أو أسر يعني يعني من ناضل عن قناعة بحقنا وبأرضنا إنه هذه إنهم هم احتلال إن شاء الله ربنا بثبتنا وبكون النصر حليفنا في أقرب وقت شاء الله. إن شاء الله محمد أخونا ملاك بس قبل ما تجاوبي على مم. سؤال اسراء انا حابه كمان لانه معنا دقيقه نص دقيقه تحكي لي كمان كيف أس... بطلتي انت انك تكوني طفله فاصبحتي غير طفله فاحكي لي عن هاي كمان مشاعرك حابه اسمع منك. انه يوم طلعت انا دائما قبل ما انسجن متعوده دائما اكون مع امي وابوي مم. يعني اذا امي بس طلعت على رام الله تشتري اكون استنى فيها استنى أبي قبل ما يرجع من الشغل مم. لما انسجنت كنت لحالي مش بس هيك يعني كنت يعني شفت اشياء انا كنت بوقتها فيش حدا يحميني انا كنت بدي احمي حالي انا اللي بدي اضلني قويه لحتى لأنهم هم بدهم يهزوني انا بديش اياهم يهزوني شو اللي خلاكي تستمر يا ملاك بهذه القوه؟ لانه الوطن غالي مع الوطن غالي احنا بنختم معكم هذا اللقاء ملاك ومحمد وجلال بنوجه لكم التحيه ومن خلالكم ايضا بنوجه التحيه لكافه الأسرة الاطفال وغير الاطفال في سجون الاحتلال، انتم فعليا مناره توصل قضيه فلسطين لكل العالم، شكرا جزيلا حياك شكرا ديودك.